يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للإنسان أن ينام على فراش من حرير دون لبسه؟ ما يجوز الفراش الحرير، ما يجوز لا للرجال ولا للنساء، إنما يجوز للنساء لبس الحرير، لبس الثياب من الحرير، والرجال يحرم عليهم مطلقا. الافتراش يحرم على الاثنين، ما يجوز اتخاذ الفرش من الحرير. نعم.